السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغينا نتكلموا شي شوية على الموضوع ديال هادشي اللي كيوقع هاد الأيام، ازدراء الأديان والمس والاستهتار بالدين الإسلامي فين في المغرب. وجاتنا بعض الأخبار كذلك من تونس أن سافلة من السافلات قامت قال ماذا؟ قالت بتأليف صورة من يشبه القرآن، وقالت بأن هذا راح تبع قرآن وسماته كورونا وابتدات. فعلى كل حال، أولا لك الإنسان بغي يدير شي حاجة اسمها مثل القرآن، ما خصوش أصلا يمشي على النمط القرآني والريتم القرآني أو الموسيقى أو اللحن القرآني، خصو يجيب شي حاجة مغاير، لأن هناك الشعر والأدب والقرآن. فأنت لبغي تجيب شي حاجة أخرى تغير، خصك تجيب شي حاجة اللي هي مخالفة أصلا لهاد الفروع. هذا من ناحية. أما رجعوا حنا للمغرب، بغيت نبدأ أولا قبل من هادشي كله من خلال الحياة ديالي في أوروبا. كنا كنعاني بعض الأحيان من أشياء كثيرة كنا كنسمعوها لما كانوا هادوك الناس كيقوموا بمحاربة الدين الإسلامي بطرق معينة، بطرق كثيرة، ليست ماشي الحكومات هما بالضبط بطريقة مباشرة، ولكن فترة من الفترات كنا سمعنا، كيف كتعرفوا، بواحد الشخص كان اسمه سلمان رشدي. هذا كان كتاب بمساعدة الماسونية ومساعدة الدولة البريطانية الخفية، سماه الآيات الشيطانية. وهذا الطعن في الإسلام بدأ أصلا من أوروبا، وبدأوا يوجهوا لنا السهام من فترة طويلة. أولا كان هذوك المستشرقون اللي كانوا كيتعلموا اللغة العربية، ومن بعد كيبداو يطعنوا في الإسلام ويبداو يجبدوا بعض النماذج من الأحاديث والآيات، وكيبغيو يلقاو ويحطوها أصلا كعيوب في الدين الإسلامي وكتناقضات، ولكن ما أفلحوا مع الوقت، ردوا عليهم المسلمين. من بعد جاء سلمان رشدي هذا لما ألف الكتاب، وهو بريطاني الجنسية يعيش في لندن من أصل هندي. سلمان رشدي لما كتب الآيات الشيطانية هذه الكتاب ديالو، كان الأسهم ديالو كتوجه للبيت النبوي الشريف، وكانت كتوجه الأسهم ديالو في الكتاب هذا لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمعاداة ديالو ليه وبالنقد الغير العلمي، فقط تهام وضلالات. لكن بعد سلمان رشدي هذا قام المسلمون واحتجوا في بريطانيا وفي دول كثيرة في العالم وفي آسيا وفي أوروبا، ونحن كذلك سمعنا الخبر وقمنا بما كان يجب أن نقوم به. أضعف إيمان أن تحتج انتصارا لدينك ولنبيك. بعد مرت سنوات، جاءت قضية أفلام تمس بالرسول صلى الله عليه وسلم، مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، متتالية كثيرة. وكان من بينها المعروف مؤخرا كان كتاب الفيلم الهولندي، المخرج الهولندي الذي أسلم الآن والحمد لله بعد اعترافي بإسلام واتخاذي كدين وتوبتي ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعدما اكتشف حقيقة الدين الإسلامي. فالمخرج الهولندي هذا انتهى. بعدها جاء مخرج قبطي مصري مسيحي، أخرج فيلم كذلك يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في أمريكا. بعدها أو قبلها جاء ما يسمى بين قوسين، ولو أنني لا أعترف به وأنا كان عارفه مزيان، هذا الشخص هو ذاك الفنان تشكيلي أو الكاريكاتير السويدي الذي رسم
رسوم وتسميت في السويد آنذاك، وكنا نعيش هناك بالرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه لم يحظى بالتأييد من كل شيء السويديين وبكل صراحة، لكن هناك الكثير من كان يؤيده تحت غطاء حرية التعبير، فرسم رسوم معادية ومسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يستحق من الله إلا اللعنة، وحيث أبشركم بأنه الآن هو مفلس في السويد. أخذت الصور كذلك في بعض الجرائد ونشرت في بعض الجرائد اللي هي دنماركية، ومن بعد نشرات في جرائد فرنسية، وقع هذيك الضجة وهذيك العملية الإرهابية اللي وقعت في باريس بسبب هاد الرسوم الكاريكاتورية، وتم قتل وسفك دماء بسبب هاد العجرفة ديال هاد الناس اللي يسيئون للرسول صلى الله عليه وسلم وللدين الإسلامي عن بعد وعن قرب. فالغريب في الأمر أن هاد الناس كيلعبوا وكيمشيوا تحت غطاء ما يسمى بحرية التعبير، مع العلم بأن الرسوم الكاريكاتورية هذه تاع الكاريكاتير يرسم فيها هذا الشخص عزكم الله يعني صورة كلب، وبدون أن أكمل الصورة، على كل حال هذا الكلب هو نفسه كلب من كلاب أوروبا، هو الآن كما قلت مفلس وتتابعه المصالح الضرائب السويدية الآن، وأعرف أنا هذا. على كل حال، فالغريب في الأمر هو أنني ما استغربت له ولي استغربت لي بزاف، وهو ردة الفعل ديال المسلمين في بلدان المسلمين باستثناء المسلمين ديال آسيا وباستثناء المسلمين ديال أوروبا، كلهم احتجوا وقام الناس باحتجاجات في الشوارع وبمظاهرات تعلن هذا السخط، السخط ديالنا على هذا الشيء اللي كيوقع ضد الإسلام وضد المسلمين. وفترة من الفترات نتجوا كذلك الأوروبيين واحد الفيلم مسيء للسيد المسيح عليه السلام، وأظهروا السيد المسيح يعني بواحد المثلية على أنه رجل مثلي وكذا، فأول ما خرج من خرج للشارع للشوارع باش بالمظاهرات والاحتجاج هم المسلمين، وهذه حقيقة في لندن. بعدها توالت النكبات على المسلمين وردت الفعل ومهاجمة المسلمين من بعيد ومن قريب. المستشرقين من قبل كانوا ناس شرفاء بكل صراحة، وأقولها المستشرقين على الأقل كان يضع لك شبهة في الإسلام ليغالط الناس بها، ولكن يردوا عليه المسلمين، يجتهدون عقليا وفكريا ليردوا عليه بالدليل بالحجة والبرهان. لكن جو هاد الزنادقة من بعد ديال الأفلام والرسوم الكاريكاتورية والأفلام المسيئة والإخراج فقط هو ممول من الماسونية، فكيبداو يعملوا اللي بغاو. وردت الفعل ديال الدول الإسلامية، لا من وزارات الأوقاف تاع مثلا تاع المغرب، ولا وزارات الأوقاف ديال الدول العربية الإسلامية مثلا الجزائر وتونس، ودا أنا لحد الساعة لم أرى أي ردة فعل ديال وزارة الأوقاف ديال هاد الدول الإسلامية على هاد الأفلام، أو على الأقل وضع احتجاج للسفارات ديال هاد الدول اللي كيهمهم الأمر مثلا، أو كتابة بلاغ معين أو إعلان على السخط ديالنا أنكم كتمسوا مقدسات المسلمين وكتمسوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فردة الفعل كانت هزيلة من الدول المغاربية، وإلى يومنا هذا ردة الفعل ضعيفة جدا، باسم مع العلم بأن نحن نطبل ونزمر الحوار الأديان والتجمع الصوفي كذا، ولكن واش كاين شيء مقابل من الجهة الأخرى، أم أننا نحن فقط بوحدنا اللي باركين كان نشتغلوا وكان داعيوا بأننا نحن نحب كل الأديان
وكل المعتقدات. فمن بعد هذه الظاهرة مثلا جات بدات كتدخل عندنا المغرب بكل صراحة، ففترة قصيرة بدات هذا ازدراء الأديان واستهتار بالأديان ومحاربة الدين الإسلامي في عقر داره من طرف أشخاص مولين من الصهيونية ومن الماسونية ومن أوروبا كذلك الغربية وأمريكا ربما، لا أدري. مهم أن هناك أيادي خارجية تحرك هاد الدمى هاد المونيكات، تحركهم أيادي خارجية. من أشهر الدمى والسفلة اللي معروفين في المغرب هنا محاربة الله ورسوله، كيخرجوا بخرجات شطحات، منهم هذا اللي اسمه الأمازيغي، هذا أحمد عصيد اللي يدعي الأمازيغية. هذا ذهب إلى حد أنه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض خرجاته الملعونة، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمارس في رسائله لملوك عصره كان يمارس الإرهاب، ونطق بهذه الكلمة، كلمة إرهاب، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب في الكلمة هو أول لصالحه هو، حتى يستفز المسلمين وباش في نفس الوقت يضحك على العقول اللي تابعين ليه، وما كيسميوه بالمناسبة مفكر هذوك الأعوان ديالو اللي تابع دايرين به، ولكن هو في الأصل لا مفكر ولا شيء، لأنني أنا ملي شفتو خارج الزناقي مؤخرا وحاضي الأسماء ديال الشوارع وكيقول لماذا نسمي بهذه الأسماء العربية، هو يكره أصل العروبة بهذا المعنى ويحب كما يدعي الأمازيغ، هو يريد يبغي يرجع الأيام ديال الكهنوت الأمازيغي، أيام الكاهنة، ويبغي يرجع الوثنية الأمازيغية اللي كانت قبل ما يجي الإسلام. فهو يحارب حتى الأسماء اللي في الشوارع المغربية بأسماء عربية، ويتهم بأن هذه الأسماء هي أسماء لإرهابيين. مثلا إذا سمينا شارع بابن تيمية فابن تيمية إرهابي، فابن تيمية أساسا أنت ما طلعتيش، لم تصل إلى مستوى ابن تيمية حتى، ومن تكون حتى تحكم على ابن تيمية. ابن تيمية شئت أم أبيت كلما ذكروا أي عالم من علماء الأمة شيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه الله، فلازم تكون عندك هذاك المستوى دياله وتوصل لهذاك المستوى العلمي ديال ابن تيمية، فقط عاد بدأت تتكلم على ابن تيمية. المهم هو هذا كما يقول كيقولوا هما المفكر عصيد اللي ولا حفات ليه القضية كي كنقولوا، ولا خارج الزناقي وكيقول الشوارع بخصها تكون، وهذه أسماء جاية من شبه الجزيرة. فهذا السيد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإرهاب، مع العلم بأن شنو جا في الرسالة، أسلم تسلم. ولغويا هذه لا تدل على لا عنف، تسلم من نار جهنم، تسلم في الآخرة، تسلم بحياة يعني يعطيها لك الله سبحانه وتعالى فيها الراحة والطمأنينة، تسلم بأشياء كثيرة. هو أولها فقط الحرب والعنف والإرهاب. وحتى والغريب في الأمر أن هذا المفكر الغبي في نفس الوقت أحمد عصيد هذا الملعون، أنا أمارس حرية التعبير كيف كيدعي هما، أنا جاي غادي نجي الكلام ديالي أنا من بعد. فهذا لا أحد يسأل عنه، يسب حتى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، قل الله ليست قداسة، الرسول ليس بمقدس كيف كيقولوا هما. فالرسول فأحمد عصيد هذا نبغي نوصل له الفكرة أن حتى هرقل ملك الروم هذا اللي كان قاعد أصلا في القسطنطينية اللي كان سميوها الآن إسطنبول في تركيا قبل ما يفتحها المسلمون، فالقسطنطينية هذه كانت في الدولة البيزنطية في روما الشرقية أصلا كانت تسمى كذلك القسطنطينية هذه، فكان هذاك هرقل الروم، فحتى هو بنفسه هرقل الروم ما فهمش هذا المفهوم الإرهابي اللي انت تكلمتي عليها سي أحمد عصيد لغبائك.
وفقط انت باغي تعمل عمليه تضليل هذوك الناس اللي معجبين بك لغبائهم هما كذلك. فلو كان هو فهمها بان مساله عنف ولادة، كيف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بديك الدرجه، كان صلى الله عليه وسلم ادكى مما تتصور. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف انه هو في المدينه والثاني قاعد في قسطنطينيه في اسطنبول الحاليه، فكان فكيف سيرعبه بهذا المعنى غادي يصيفط ليه. وثانيا القسطنطينيه المسلمون اصلا ما بداو يتحركوا في ذاك الاتجاه الروماني باستثناء الشمال شبه الجزيره العربيه حتى عهد عمر رضي الله عنه. فالموضوع ابعد من ما كانت هناك غزوات مع الروم، لانهم كانوا على الثغور الاسلاميه في الحدود شبه الجزيره العربيه في الشمال شبه الجزيره العربيه، لكن ما وصلوش المسلمين وما فتحوهاش. محمد الفاتح التركي ما فتحاتش اصلا القسطنطينيه بقرون من وراء. فلو ان هرقل فهم بان الرسول يهدده صلى الله عليه وسلم لمكرك ولخبتك، غادي على الاقل ما غاديش يبعث هو للعرب اللي كانوا جاوا التجاره في ذاك الوقت في الدوله البيزنطيه ويقول لهم جيبوا لي هذوك الناس كيتكلموا العربيه. ومنهم بالصدفه التقوا بابا سفيان كان موجود كالتجاره وكان باقي كافر، ودخلوا عنده وبالجمهور ديالو بالمترجمين حتى قالوا كاد يسلم، حتى ان الروم بدا يصيحوا كيتغاوتوا. قال لهم هذا يعني عبر بالكلام ديالو باختصار وبخلاصه ما يكون الا نبي. فعلى كل حال هرقل هذا ما فهمش هذا المفهوم الغلط ديالك، هذا المستوى المنحط ديال التفكير. على كل حال هذا السيد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، في شخص الرسول، وطعن حتى في الاسلام. من بعد الان بدينا كنسمعوا كذلك شطحات جديده. هذا الممثل المغربي اللي معروف اللي سموه بوبكر، وكاين هذيك استاذه الفلسفه الاخرى، هذيك الساحره الاخرى اللي كذلك خرجت بشطحات تمس يعني بمقدسات الاسلاميه والدين الاسلامي. بوبكر هذا مثلا نقولوا كان سكران، يعني كان شارب الماحيه، كان مضوخ، ولكن العداله والمساواة بين المغاربة في 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 المحاكم، واش هو واحد ولا لا؟ هل هناك مساواة بين محاكمة هذا وهذا؟ لا. ففي نفس الوقت خرج فقيه من الفقهاء للسيد راه دابا تحكم عليه بسنة، خرج وقال بأن هنا ليس هناك أي دليل شرعي على إغلاق المساجد. بقات هذه ردة فعل، هذا رأيه، ولو أن احنا لا نتفق مع كل ما يقوله أي شخص، ولكن احنا نقارن فقط. كذلك خرجت هذيك السيدة الأخرى اللي ما عرف شنو، اللي نكرت أصلا كورونا، اللي حكموا عليها بسنة وقالوا راه نزلت الآن رجعوها لها لثلاث أشهر. بوبكر هذا كيرجع كيخرج بعد هذا الشيخ الفقيه، انا ما لا اعرفه شخصيا بكل صراحه، لكن اسمع عليه من بعيد. فهذا حكم عليه بسنه، والمراه الاميه حكم عليها بسنه ثم تحولت الى ثلاث اشهر، والساحره استاذه الفلسفة يقولون أنها الآن في كندا هربت أو هاربة تطلب اللجوء السياسي في كندا، هربا كرهت المغرب وما فيه بعدما شتمت وفعلت ما أرادت. على كل حال أولا قبل خمس سنوات هذه الأستاذة يظهر على أنها العقلية النفسية أو النفسية ديالها كانت مريضة أصلا، لأن قبل من خمس سنوات قبل ما تخرج كاع بعد الخرجات على الدين أصلا كانت تعاني من أزمات نفسية مع التلاميذ ديالها. وشفت أنا فيديو قديم عمره خمس سنوات هي بنفسها كتكلم، جاتها واحد اللجنة من النيابة بغاو يوبخوها بسبب هذاك التسيب اللي كانت مديرها في القسم ديالها، تلقاه ما ضابطاش القسم بداك المعنى. ف من بعد كانت حطت بعض الصور اللي هي
يعني صور سافلة وما أعرفش، أنا ما شفتهمش، ولكن هي كذلك قالتها صور ساقطة، صور ما عندهمش واحد شوية الحياء وكذا، المهم ما فيهمش الحياء، فاحتجوا عليها الناس ديال النيابة وربما كانوا وقفوها شي فترة من الفترات. على كل حال، فرجعوا حنا البوبكر هذا. البوبكر هذا كيف قلت لكم خرج بكفالة ديال 5000 درهم إن صح الخبر. فالمهم أنه خرج بعد ما استهتر بالدين واستهزأ به واستهزأ بالمسجد وبالرموز الدينية وبالإمام.